السلام عليكم. إذا اليوم 4 سبتمبر، فبظهور مذكرة 44/20 لتدبير المسطرة الاستثنائية ديال إعادة التوجيه، فيها مجموعة ديال الأشياء مهمة اللي خصنا نتقاسموها هنا مع الرأي العام، مع الآباء ومع التلاميذ. لظروف الاستثنائية اللي كتعيشها البلاد هذه السنة، فغادي تتخذ مجموعة ديال الإجراءات باش التلاميذ يحاولوا أنهم يستافدوا من الخدمات، يعني في ظروف جيدة. إذا بعد ما غادي يدخلوا التلامذ، فالفترة ما بين 7 و 9 غادي يكون فيها إخبار بإجراءات مسطرة ديال التوجيه التالية عبر وسائل يعني التواصل الضرورية والأقسام إلى آخره. فحواها أن الفترة ما بين 7 و 17 هيكون فترة لتقديم الاستشارات، يعني باش نحاولوا نساعدوا التلامذ باش يعرفوا هاد إعادة التوجيه شنو هما الإمكانيات المتاحة. أنا بدوري ندير واحد الطابلو اللي من خلاله غادي نعطي الإمكانيات المتاحة لكل طالب في المستوى الدراسي ديالو، إذا كان كرر السنة أو إذا كان منتقل جديد، شنو هما الإمكانيات المتاحة حداه باش ممكن أنه يدير هاد إعادة التوجيه. إذا الطريقة باش عادي يدير هاد إعادة التوجيه، اما عن طريق منصه متمدرس، اذا كيدخل منصه ديال متمدرس وكيلقى لا روبريك بحال ما دار في التوجيه، غادي يلقى تما لا روبريك ديال اعاده التوجيه، فكيختار الشعبه اللي باغي، او عبر نسخه ورقيه راها كاينه متوفره بالمؤسسات ولا فرق ولا على الوزاره، ولا انا هي غادي نوضعها لكم في اخر المطاف، يعني في العلبه باش ديال النوتيفيكاسيون، باش ممكن انكم تيليشارجيوها باش نوريكم اشنو فيها هاد البطاقة. لا اذا البطاقة فيها معلومات حول الأكاديمية الجهوية اللي كينتمي لها التلميذ، المديرية الإقليمية، المؤسسة اللي كيقرا فيها، الاسم كامل، ثم رقم مسار ديالو، المستوى الدراسي والتخصص، يدير المستوى الدراسي الحالي ديالو، وارغب في التوجه الى الاختيار الدراسي التالي. اذا هذه غنحاول نشرحها مزيان، ملي غادي ندير لكم جدول ديال اعادة التوجيه، يعني الاختيارات الممكنة، كل طالب واحد المستوى الدراسي اشنو هو الاختيار اللي يقدر يعمله في اعاده التوجيه. اذا هنا عادي دليب الدوافع اللي دفعته انه يدير هذا الاختيار، اما عدم القدره على المواكبه، ولا اذا هو راه عارف علاش بغى يبدل هذه الشعبه ديالو. عايدير حرر بالمدينه والتاريخ، ثم عايدير التوقيع ديال ولي الامر بانه طالع على هذا الاجراء، وغادي تعطى الاداره باش هي عادي دير الاجراءات ديالها المتعلقه براي مستشار التوجيه. و بالنسبة للإدارة، إذا الإجراءات اللي عاد دار من بعد، الإجراءات اللي عاد دار من بعد، واللي باش حتى التلاميذ يكونوا عارفينها، باش يعني باش ما يوقعش هناك واحد الخلط في المفاهيم. فبالنسبة للفترة المخصصة ما بين 18 و 23، عادي الإدارة عادي تمسك الطلبات ديال التلاميذ، ديال هاد الرغبات اللي جاو في الحامل الورقي، باش تكتبهم على مسار. اذا عندها واحد الفتره هنا محدده، ثم المستشار ديال التوجيه حتى هو عنده واحد الفضاء ديالو خاص في مسار، باش كيدخل باش كيعطي يشوف بعد تحيين الخريطه، يدير حتى هو الراي ديالو تمايا الخاص بكل بطاقه وكل تلميذ. ثم غادي يتم استخراج الاداره هذه اللوائح وإحالة لوائح الطلبات المتعلقة باختيارات غير متوفرة مؤسسة إلى مؤسسة ثانوية معنية. إذا مثلا شي مؤسسة ما فيها سيونس مات وخص الطلبة ديال سيونس مات، إذا عاد تدفعهم للمؤسسات اللي فيهم سيونس مات، ولا فيهم إيكونومي، ولا فيهم الشعب يعني الخاصة، ولا باش هي اللي عادي تريتي في هذا الموضوع هذا. إذا بعد استخراج، إذا هنايا فالمؤسسة يعني هي اللي عادي تريتي هذه المعلومات، وعادي ترسلهم المؤسسة المستقبلة باش هاد البيانات. الحوايج اللي خصها تكون فيها هي بيانات البيان النقاط بالنسبة للمستوى السابق، بالإضافة إلى بيان النقاط إذا كان التلميذ مكرر بالنسبة للمستوى يعني الموسم الدراسي المنصرم. إذا هادو جوج ديال المسائل اللي هما مهمين خصهم يكونوا مع هاد المرفقات، هو بيان النقاط وبيان النقاط في حالة إذا كان مكرر، إذا أنت هي باش كتذكر هنايا. ثم هنا واحد عادي يتم انعقاد ديال ما بين 24 و 28 ديال مجالس ديال التوجيه، البت في الطلبات ووفق معايير منصوص عليها. إذا هذا هو اللي غادي نشرح لكم أنايا في مذكرة أخرى، يعني شنو هما الإمكانيات المتاحة،
وشنو هما المعايير اللي كتخاد. اذا هنايا غادي نشوفوا هنايا واحد المساله اللي هي مهمه. اذا هنا غادي نسبقوا الحالات اللي كان تعذر العام اللي فات يعني في المعالجه ديالها لاسباب تقنيه، لان كاينين بعض الطلبه اللي كانوا داروا العام اللي فات الطلبات ديالهم ما تتريطاش، لان سوا ما صار ما اونريجستريها سوا كان شي مشكل. اذا هناك مجموعه ديال الطلبات اللي مازال عالقه من العام اللي فات، فغيكون عندها الاولويه بطبيعه الحال. ثم غتكون هناك اولويه بالنسبه للطلبه اللي عندهم لوائح انتظار، اذا هادو تا هما تكون عندهم واحد الاولويه اللي كاينه في العام اللي فات، يعني من العام اللي فات بالنسبه للمقاعد يعني الشاغره. ولكن هنا شريطه تقديم طلب اعاده التسجيل، هذه اختيارات. اذا حتى الطلبه هنايا خصهم يقدموا، واخا هو في لوائح انتظار. الحالات الوارده هنا هذه مهمه، الحالات الوارده اسماء ضمن لوائح انتظار خاصه باختيارات الدراسيه ذات المقاعد المحدوده، شريطه تقديم طلب اعاده التسجيل لهذه الاختيارات. اذا ماشي واحد راه في لائحه انتظار عادي ينتظر، هنا خصو يقدم طلب ديال اعاده التوجيه. اذا هذه مساله اللي هي مهمه خص الواحد يرد ليها البال، وانا كنسطر عليها هنايا باش ماشي اي واحد راه كان في لائحه الانتظار راه صافي، هو عنده اسبقيه عنده اولويه، ولكن خصو يملا هذه البطاقه ديال اعاده التوجيه اما رقميه ولا ورقيه. اذا في الاخير ملي عادي تخرج القرارات عادي تمسك ب ب ب في مسار، وممكن الطالب ديك الساعه فور انتهاء انه يطالع عليها اما عبر مسار ولا عبر لافيشاج اللي غيكون في مؤسسات، ولا عبر قنوات ديال التواصل المتاحه، لان كاين مجموعه ديال التلاميذ اللي ما داروش التعليم الحضوري، وحتى هادو كيستافدوا من هذه المساله ديال اعاده التوجيه، وبالتالي خاص يوصل لهم لو ميساج ديال اشنو هو التوجيه الجديد ديالهم، شنو هي الرغبه الجديده ديالهم. اذا كملخص، فهنا جميع الطلبه اللي هما مهتمين باعاده التوجيه فهم مطالبين باش يعمروا ما بين 7 و17 هاد البطاقات، اما رقميه على منصه متمدرس او ورقيه. انا غادي نوضع هنا نسخه، وثم كاينه في الوزاره وكاينه في المؤسسات الدراسيه. عادي تعقدوا المجالس وعادي دار اجراءات اداريه اللي كتخص الاداره ما بين 18 حتى 28، منها يعني ما هو على مستوى المؤسسات والمؤسسات المستقبله. وعاد يكون واحد هنا نعاود نذكرها، غيكون واحد اعطاء الاولويه بالنسبه للتلاميذ اللي كان العام اللي فات داروا الاجراء وكان وقع مشكل، يعني عندهم اثباتات بان راه داروا الاجراء ديال التوجيه وما تلبش لهم الرغبات ديالهم لظروف تقنيه، وكاين بزاف منهم عديد ديال التلاميذ، واللي كاينين في لوائح انتظار العالقين من السنه الفارطه بالنسبه يعني اللي كان فيهم التقاء اولي. اذا هنايا شريطه تقديم طلب، يعني ماشي هذا لا يعفيهم من انهم ما يقدموش، شريطه خصهم يقدموا الطلب ديالهم جديد. ثم القرارات في الاخير من غادي تمسك فهي غادي تبلغ التلاميذ عبر وسائل المتوفره. وانا بدوري بالنسبه لبعض بعض القطاعات ممكن انني نعطي نتائج عبر هذه القناه يوتيوب. اذا نتمنى التوفيق للجميع، وفي انتظار جديد بالنسبه لثانيه بكالوريا. اذا هنا هذه الاشاره هذه بغيت نعملها بالنسبه للطلبه ديال الثالثه اعدادي، وبالنسبه ديال حتى بالنسبه ديال الاولى اعدادي، وبالنسبه للثالثه اعدادي وجد مشترك الاولى بكالوريا. اذا حظ موفق للجميع، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.